تفعلين؟ أنا أرقص. جيد، لنلعب الجدات ونذهب للمتجر. حسناً، وأرقص أيضاً؟ لا، الجدات لا ترقص. بل ترقص. لا تنسي إحضار الفاصوليا للعشاء يا ريتا. ما هذا يا جانيت؟ المتجر مقفول يا ريتا. المعذرة؟ قلت إن المتجر مقفول. لا تقلقي بشأنها يا حلوة، تبحث عن الفاصوليا المطحية. أين الفاصوليا؟ اسمع، من الأفضل. جانيت استيقظي. أخفو قليلاً يا حلوة. لم أجد الفاصولياء المطهية. ماذا أخذت إذن؟ لا شيء أبداً. مهلاً، فلتدفعي ثمن هذه. أهربي يا ريتا. انطلقت على المعلبات. حسناً، انتهت اللعبة. علي العمل. هيا انصرف الآن. ابتعدا. ماذا هناك؟ أنت في ورطة. لا، ما من أحد في ورطة. بينجو ترغب فقط في إخبار والدها بشيء ما. أنت تلعب بطريقة قاسية معي. أوه بينجو، حقاً؟ أوه آسف يا صغيرتي، لم ألحظ هذا. نسيت أنك أصغر قليلاً من شقيقتك. أنا بالرابعة. نعم، وليس ستة. ولكن يا أبي، لا نريدك أن تتوقف عن اللعب معنا. أوه حسناً، سأتدرب أكثر لأحسن نباحي للأفضل. حسناً، دعينا نتدرب. حسناً. إذن أخبريني، هل يبدو هذا قاسياً؟ بوينغ. نعم، ليس هناك مشكلة. حسناً، وما رأيك في هذا؟ بوينغ. نعم، لا مشكلة. حسناً، وماذا عن هذا؟ بوينغ. حسناً، هذا قاسٍ. الآن عرفت. حسناً، الآن انصرفي. علي استكمال هاي، أين هي كرتي؟ سأكون هنا فوراً. يا للعجب، ألا ترون أنني في المرحاض؟ مريح جداً. أريد الفلفل الأصفر. فلفل أصفر. أذهب إلى النعاج مباشرة. سأستعير هذا يا أبي. ويأخذ خمساً منها ويصعد بها إلى الشاحنة. هذا ليس آمناً. أمي. ثم مهلاً. بينجو. نجح، احضرت فلفلا اصفر. والان ساستريح. فلفلي المفضل هو الفلفل الاحمر. فلفل احمر. اعني بينجو، ماذا تفعلين؟ احاول اعداد سلطه. حسنا. تفضل فلفلا احمر. اجل، نحتاج إلى تتبيلة سلطة. أبي. أجل يا بينجو. لقد أدرت. إذن الآن سأملأ الزجاجة، لكن سأضع هذا هنا فقط. أنا أحاول. أغلق الصنبور. أجل. تتبيلة السلطة. الآن سأجلس على مقعدي وأسترخي. حسناً. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.